يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إيزي. مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم إيكاف على قناتكم المفضلة قناة الهدف. رانا في المواجهة الثامنة من المباراة الثالثة والأخيرة، المباراة الحاسمة اللي راح تحسم مصير فريق وهران وفريق قسنطينة. ياسمين، يوما آخر مباراة من الدور الأول، آخر مواجهة من الدور الأول راح تجمع دائما بين فريقي قسنطينة وفريق وهران تحت تصفيقات الجمهور. نستقبل الفريقين. ياسين، مرحبا بك مرة أخرى. اسموني بيبي تريكي محمد ياسين، عندي 16 سنة، من ولاية وهران جيت ونقرا في الليسي. ياسين، اليوم لازم تفصل وتجيب التأهل لفريقك، فريق وهران. إن شاء الله، إن شاء الله في خير. أخ واجد ياسين؟ واجد. جيت أنا والفريق ديالي من ولاية وهران، جينا هنا باش نربحوها إن شاء الله. Alilo, Moksantaina. Bram Ali, 21 ans de Constantine, je suis coordinateur des ventes au sein d'une plateforme de réservation. Alilo, on a vu que les décrets de l'abondage. Ça va? Ça peut aller, Inch'Allah. Je ne sais pas si je suis en train de Je suis en train de vivre un stress parce que le match décisif, les Rahi, est-ce qu'on se qualifie ou là là là? Rahi, voilà, donc je suis un peu stressé, paniqué. J'espère que je vais gérer. Parce que un rôle de sauveur. Je joue le rôle d'un sauveur actuellement. Wajed Ali. Rabbi Inch'Allah. Wajed Yassine. Wajed. Face to face. الخصم اللي غادي نلعب له فورسيمون يكون قوي، لا بريسيون كامل كان طايح عليا باسكو صاحبي الاول ربح والزوج خسر، دونك انا هو اللي نورمالمون خصني نربح بالسيف. Un grand plaisir pour moi d'être parmi les participants de ce fameux tournoi, la 4e édition. J'ai hâte de connaître l'adversaire sérieux et de gagner avec un score, pourquoi pas lourd. Allez, Yassine, faites-le à ma kinkoum, ma antkoum tout d'aqa'ek, khiro fiha l'équipe ta'koum et la tactique. Allez, vous avez opté pour quelle équipe? J'ai opté pour Liverpool. Je vais jouer en 4-2-3-1. Donc j'ai choisi Liverpool comme team. Ils sont une équipe qui joue le truc collectif, ils ont une attaque de ouf. Ça m'aide à appliquer le style de jeu que j'ai dans ma tête. Yassine, l'équipe là qui se lave Barça. Et pour la tactique? Tactique 4-3-3. خيرت اف سي بارسلون باسكو نلعب بها من بكري، ملي بديت فيفا نلعب بها ونسوبورتيها تاني اون فري، ولعبت درت تاكتيك 4-3-3 باسكو نلعب ميسي بزاف تاني باسكو خفيف. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة كاب لقاء الليلة باش يجمع بين برشلونة وهران وبين ليفربول قسنطينة، باش يجمع بين الروجي ياسين والروجي الآخر عليلو والكرة عند لويس. لويس سوار، مش ممكن على اللقطة يا لويس، مش ممكن البيستوليرو بين الدوملا. دخلت الماتش حرحر كيف يقولوا، ايوا بغيت نربح. اون اي فينو دو كونستانتين بور نشاركو قسنطينة On sera le maximum possible, pourquoi pas remporter le titre. Ali Loulad, Busquets, Tramène, dans le Maïdan, Barcelona. Il s'attend, moi je manque à la coura. Moi je manque à l'Elio, s'attend à l'Elio. Hennine, Wennes, Habit, Yassir. Pidea, Multeiba, Hachta, Al
الصراع تلتهب اللقاء يلتهب اللقاء عفوا منذ البداية منذ البدايات البدايات للجميع والصدق للثابتين والثبات للصادقين عفوا فينالدوم الآن ساديو ماني الآن كورة مخصوصة من بيكي بيكي راكيتيتش راكيتيتش بوسكيتش بوسكيتش سواريز فرانكي دي يونغ الآن غريزمان أنطوان دي يونغ غريزمان هدف جاي من وراء هدف جاي من وراء هدف جاي من وراء غريزمان على الباستير باش يلعب الاكس كاري معروفه معروفه بقاعات بلاي ستيشن عبر مختلف ولايات الوطن 15 دقيقه لعب مرات بوسكيتس الان وهران مسيطر منذ البدايه ميسي الان افعل يا ليو سدد يا ليو ماذا تنتظر برشلونه ماذا تنتظر لا مش سواريز يا سي سواريز وهران قاعد يسيطر بالطول والعرض على المباراه سنتين تاية سنتين تاية لحد الان كورة من بين الدور صلاح روبرتو فيرمينو راكيتيتش ديونغ ميسي وفان دايك فابينو الان فينالدو الان روبرتسون على اليسار روبرتسون في كل مكان هذا ماني مليحة مليحة لعب بعقلك 20 دقيقة مرت صفر مقابل صفر مباراة ما فيهاش أهداف لكن فيها روح بالروح بالدم روح نفديوك وهران هكذا يقول شكر وهران بالروح والدم نفديوك هكذا يقول شكر سلطينة لكن وهران صفر كي سجلت الهدف الأول درت كونفرنس في روحي وقلت نزيد الهدف زوج ونزيد الهدف ثالث Alpha Sassari m'a surpris avec le premier but. Je te donne l'obligation de changer carrément le style de jeu et tout pour Inch'Allah, c'est mal l'arco ou je remporte le match, Inch'Allah. 25 دقيقة لعب مرت لتفوق برشلونة لحد الآن. علينا علينا غاليزي غاليزي ياسين راك تسمع فيا الروجي راك 1-0 واش تقول على الماتش؟ نورمالمون نكون نقعد هكا نقعد هكا نربح نورمالمون ياسين ازال التوتر تهنى من التوتر والضغط اللي كان عنده سجل منذ البدايه 1 برشلونه 0 ليفربول كره الان لصلاح صلاح هل يمكن اعاده مره اخرى؟ تسلل واضح كرة أربعة مشيلي بعد 35 دقيقة لعب مصعب 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 35 مينيت دو جو 1-0 واش تقول؟ إن شاء الله إن شاء الله يقالوا إن شاء الله إن شاء الله نرجع في Après la première défaite de Mohamed Lamine, on était un peu traqué. Après le deuxième match, quand Massab a gagné, il nous a donné l'espoir à nous. Donc je ferai tout, Inch'Allah, pour se qualifier. راكيتيتش حاضر في اللقطة كورة الآن لميسي ميسي حاضر ميسي ليو ليو محمد ميسي يلعب كورة الأربعة صلاح يسترجعها أربعة الآن راكيتيتش الآن يمكن يجيب الهدف الثاني أليسون بيكير في اللقطة مش ممكن على الكورة الكورة لما تحبك والكورة تحب برشلونة الكورة تحب السيادة يا سياد الكورة السيادة أجمل كورة في المعمورة هذو هما برشلونة بدون منشطات بدون بطاريات هذو هما يقادوا العالم لمدة 10 سنوات الآن الثاني جاء مش ممكن على اللقطة مشاهدين الكرام أصدقائي المشاهدين نلعب آخر لقطة في المباراة أو آخر لقطة في الشوط الأول نهاية الشوط الأول بتفوق واضح لبرشلونة منذ البداية يمكن أن تفتح اللقطة أنا سجلت هدف ثاني وفرحت وعاودت وراجعت شوية باسكو جيتي أن بو ستريس الثاني من برشلونة مش ممكن على الكرة خطأ فادح من الحارس نهاية الشوط الأول Premier mi-temps, on commence avec un score de 2-0. Je ne m'attendais pas à ça. L'adversaire est excellent là, Ibarak. Et je ferai tout mon mieux, Inch'Allah, pour reprendre ou nous lever le score, Inch'Allah. Pourquoi pas remporter la place, Inch'Allah.
نهاية الشوط الأول راك متوفق 2-0، واش تقدر تقول لي؟ وكنا قاعد هكا نقدر نربح. نقدر نربح إن شاء الله. عادي. راك رايح تبدل تكتيك ولا واش راك حدا؟ نو، جو في كونتيني تو كوم سا. Je vais jouer directement parce que j'ai le, c'est le meilleur effectif que j'ai, la meilleure formation, donc je ne vais rien changer. Je suis prêt pour la deuxième mi-temps, Inch'Allah, je ferai tout mon mieux pour y arriver au score. Antoine Griezmann, Gérard Piqué, Barcelona 2 مقابل 0. زدت الهدف الثالث سي بون عرفت بلي غادي نربح. لا كنت كان صحابي كانوا يشجعوا فيا نورمال كيما داري وداروا فيا كونفيونس بلي قد نربح. Comme j'ai encaissé le troisième but, c'était un peu difficile pour moi de revenir au score. J'ai regretté d'avoir choisi Liverpool parce que d'habitude c'est pas mon équipe. Voilà, j'assume mon choix. بالانجليزي جول بالاسباني جولاتو بالايطالي ريتي بكل لغات العالم الروجي يقسم على الهدف الثالث رائع الروجي لحد الان يلا ياسين قسنطينة كلها تنتظر في علي علي يتلقى لحد الان ثلاث اهداف Bon, c'était un accident qui m'arrivait juste avant le jour du match. Mais ça m'a un peu ralenti et tu vois, genre, Mich Haja qui fonctionne nickel, comme d'habitude. Mais c'était pas la cause. La cause, c'est que l'adversaire était fort, tout simplement. Je pense que le Moussaouad Al-Khasmi est un peu plus fort que le joueur. Parce que Balak est stressé, Balak est doux, il est doux, Balak. علي لا يريد الحجج لا يريد الاعذار راضي بالنتيجه لحد الان كره عند صلاح فينالدوم الان كره عند فينالدوم ليفربول مش حاضر في اللقاء حاضر ياسين الروجي ياسين وهران حاضر وهران حاضر وباش تكمل معانا بفريقين بعد تآول الفريق الاول في الحلقات السابقه اليوم فريق الصغار باش يجيبوها جيبوها يا الاولاد جيبوها يا الاولاد كورة الآن أندرسون محمد صلاح فينالدوم روبرتو فيرمينو كورة روبرتو فيرمينو بدون جدوى برشلونة مسيطر بالطول وبالعرض قعدت ندور نلعب لي باس كنت نورمال صراحة دوخوهم كورة شبعونا كورة متعونا كورة يا ميسي اليوم تكلم وحدك حلل وحدك قيم وحدك قوم وحدك أنت وحدك على العالم تسيطر وحدك على العالم تسيطر على عرش كرة القدم لحد الآن ميسي منذ أكثر من عشرية منذ أكثر من عقد من الزمن الآن أربا يمتع أربا يأخذ مود ميسي ويمتع ميسي يطلب الكرة وانطوان غريزمان عفوا غريزمان الآن ليفربول فابينو 3-0 مصعب صراحة غفتني انتهي اليوم واش تقول مصعب لك مرة جاي إن شاء الله إن شاء الله مصعب نشوفوك إذا كنت نتيجة إذا نشوفوك موسم قادم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بربي صراحة إن أنا متعاطف معاك وإن شاء الله نشوفوك موسم قادم إن شاء الله إن شاء الله في قادم مسابقاتكم خلاص إذا كان استمرت النتيجة على الحال فسنقول هارد لاك لقسنطينة 3-0 لحد اللحظة قد يغادرنا البيك قد يغادرنا إذا ميسي زاد الرابعة ميسي مش ممكن يضيع كرة توزيعة لكن ليفربول حاضر حاضر في اللقطة ليفربول غاية في بقية اللقطات كرة عند فابينو نهاية محمد صلاح صلاح الآن صلاح الآن برشا مسيطر بالطول وبالعرض سيطرة مطلقة لبرشلونة لا الآن تسلل يا ياسين هربت لي المناصر اللي جاب وهران باش ما يرجعش خايب اليوم تحية ليه والزملاء وهران وسكان وهران وقسنطينة كرة الآن لليفربول أليسون تلقى ثلاث أهداف على غير العادة برشلونة يسيطر برشلونة يسجل برشلونة عمل كل شيء في المباراة وهران عمل كل شيء باش يتأهل للدور الثاني للربع النهائي رفقة الفرق الأخرى ثمن فرق لحد الآن سطيف الغالية عين الفوارة أبو مرداس
وهرن الباهي فريقين الجزائر الغالية الجيلا بلونش الجيلا بلونش الفريقين الأخرى أم بواقي الشوية وهران باش تنظم اليوم فريق ثاني الكرة لميسي زيدة واحد على طريقة لوهارنا زيدة واحد وميسي يقول له باش يزيد ما يزيدش 3-0 3-0 عفوا قد تكون نتيجة نهائية إلا إذا ليفربول فضل الوجه في هذه اللقطة يلا يا يلا يا علي ماذا تفعل يا علي ماذا تفعل يا علي هدف تحت تصفيقات يسير 3-1 ستنتهي عليها نتيجة اللقاء سينتهي اللقاء 3-1 راني ربحت فرحت انا وصحابي فرحتهم ورانا تاهلنا للدور الثاني Malheureusement, on ne s'est pas qualifié. En tout cas, ça a été fort. Il est doué là, Ibarak. On a essayé de tout faire pour revenir au score, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, hard luck, Lina, pour la prochaine édition, Inch'Allah, pour le cap. ياسين قدرتوا تعودوا في هذه المباراة بعد ما خسرتوا المباراة السابقة واش تقدر تقول لي؟ كي خسر صاحبي إلياس دخلت نعول حسيت بهذيك لابريسيون اللي كانت عليك تاع لازم أنا نربح كلمة اللي نوجهها للفريق ديالي باش يديروا كاع اللي عليهم باه نربحوا بعد المسابقة إن شاء الله الحمد لله ياسين فاز بالمباراة بسيطرة سيطر عليه لعب خير منه واستاهل الفوز والحمد لله تأهلنا ولا بريسيون سنتيم تمهودت الدور المقبل ان شاء الله نديروه على جانب علي واش تقدر تقول لي على مباراه اليوم l'adversaire était fort il a arrivé à posséder la balle presque pendant tous les minutes du match et je le félicite pour la qualification وهارد لك لينا حنايا ان شاء الله L'équipe, GG, d'être des très bons matchs et on fera mieux et on va s'améliorer de plus en plus et voilà, hard luck pour la prochaine fois. Donc malheureusement, c'est notre troisième match qu'on a bien, donc on a pas le match, on se qualifie pour le prochain tour. Mais donc ça sera pour passer le deuxième, le troisième match, donc on ne sait pas si on va gérer le Mubaraz. Inch'Allah, c'est hard luck pour les prochaines saisons, Inch'Allah, on va faire un bon résultat les prochaines saisons, Inch'Allah. معليش هارد لاك نتلاقاو ان شاء الله الموسم القادم تفضلوا معايا مشاهدينا الكرام اليوم اكتمل نصاب الفرق المتاهله للدور الثاني للدور الربع النهائي الى باش نذكروا بها فريق سطيف بومرداش شلف وهران بفريقين جزائر العاصمه بفريقين وفريق ام البواقي ذكروا فقط مشاهدينا الكرام انه في الحلقات القادمه في الدور الربع النهائي ستطرا بعض المتغيرات على قوانين اللعبه راح نلاحظوها مع بعض راح نشاهدوها مع بعض راح نعيشوها مع بعض نشكر زميلتي ياسمين اللي كانت رائعه معايا طيله الحلقات الاولى شكرا ياسمين انتظرونا غدا ان شاء الله في نفس القناه نفس التوقيت مع الدور الربع النهائي الاول راح يجمع بين فريقي شلف وفريق ام البواقي ياسمين اخر كلمه معنا في حصه ايكوب نقدر نقول لكم اعطيكم الصحه ليك انت ثاني رفيق للجمهور ليزيكيب اللي كانوا معنا يعني كانوا في المستوى انا ثاني نشكركم الى الموسم القادم ان شاء الله أعزائي المشاهدين انتظرونا غدا إن شاء الله في نفس القناة نفس التوقيت إلى اللقاء قدم لكم هذا البرنامج برعاية إيزي.